وكمان هناك مشهد الحديقة بدون حراسة يعني. طيب قبل ما نروح على مشهد الحديقة بدون حراسة، ذكرت الجماهير يعني. نعم. احنا عارفين ان كم هو حريص جدا على أمنه الشخصي. المشي بهذه الطريقة هي إشارة للعالم بأننا هنا أصدقاء. شوفي ركوب السيارة المكشوفة ما تم في تعازم، لأن هناك كان في رسالة يود الطرفين إرسالها للآخر. نعم. أما إذا تحدثت عن المشي بدون حراسة، أنا أود أنه تلاحظي ويلاحظ المشاهدين قرب المسافة بين الرجلين أثناء المشي، وكم يمشي على يسار بوتين وبوتين على اليمين، وكأن كم يقول للعالم بوتين ذراعي اليمنى، شوفي المسافة قديش قريبة. عادة كم رجل غريب يعني، هو مهووس بالحراسات الأمنية. نعم. يسافر ومعه حلاقه، لكن هنا يسوق يقود بنفسه السيارة كم أيضا. نعم، هنا كم يعني احنا لا نرى ما خلف الكواليس، يعني هذه صورة لا نرى ما خلف الكواليس من حراسات أمنية، ولكنها رسالة للعالم، أنا وهذا الرجل أصدقاء، نحن سنقرر معا ما هو مستقبل العلاقة بين روسيا وأوروبا. مو بس أصدقاء أستاذ معتصم، أيضا هناك في ثقة كاملة يعني أنه بوتين يهديه هذه السيارة ويقوم بقيادتها بنفسه، هذا منتهى الثقة يعني. يمكن لو زمان ما كان يرضي أن يسوي حركة زي كذا إلا لما يكون في إجراءات أمنية مشددة على قبول هكذا نوع من هدايا. ما في شك هو العلاقة قديمة مرتبطة، وإحنا نحن لا نعلم هل السيارة وصلت قبل يومين أو ثلاثة وتم فحصها قبل قيادتها، هذه أمور أمنية أنا لا أعرفها، ولكن الرسالة هنا من لغة الجسد أني عندما أقود سيارة أهداني إياها بوتين، أن الثقة زي ما تفضلتي هي موجودة ومحل ليست محل للنقاش. وأيضا هي رسائل للعالم بأننا في خندق واحد، كوريا الشمالية اليوم وروسيا ترسل رسالة للعالم، نحن في خندق واحد، نحن أصدقاء، فليقرأ من يقرأ ما. نعم. يريد أن يقرأ. سؤالي الأخير واضح. نعم. أن هناك تحالفات جديدة. أكيد.